جد له يا علي وببيت الله يا قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعايدي يا ليال أنزل الله بها سور الذيك على أكرمي هايدي محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذين ينادي قتلوه قتلوه وهو في محرابه يا ويلي طاوي الأحشاء من مائين وان صوتك وزادي وبكاه يا الملأ الأعلى دما وغدا جبريل بالوئين هدمت هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منذر وهادي ما جت الكوفة بالعويل يمين وشمال وجبريل ينعف السماء وبالأرض زلزال ما جت الأرض تعطلت الفلك العلية وجبريل ينعف السماوات العلية لكن الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولايته. الحديث في مثل هذه الليالي الثلاثة
ينبغي أن يأخذ منح الارتباط بين فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين ارتباط ذلك بليالي القدر. فحصر الحديث في فضائل أمير المؤمنين وحصر الحديث في البعد المعرفي المرتبط بأهل البيت دون ارتباطه بالبعد التوحيدي الذي يكون حقائق ليلة القدر من مصادقه، هذا نوع من الإجحاف. لذا سنعرف من خلال الربط ومن خلال بعض المقدمات ما هو الارتباط بين ليالي القدر وبين أمير المؤمنين وبين ليالي القدر وبين الزهراء سلام الله عليها. قبل أن نعرف ذلك لا بأس أن نتعرض إلى هذا المقطع المبارك في دعاء الافتتاح، حيث يقول الإمام: وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، حيث قدم مسألة الإمرة والوصاية على مسألة العبودية. بينما الرواية تقول: إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فمسألة العبودية بالنسبة إلى إبراهيم الخليل على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام في رتبة متقدمة. فإذا كانت العبودية لله سبحانه وتعالى في رتبة متقدمة، لماذا الإمام في دعاء الافتتاح أخر مسألة العبودية فقدم الإمام والولاية؟ هذه مسألة جدا مهمة. هنا قالوا: العبودية على قسمين، تارة تكون العبودية بمعنى المخلوقية، يعني هذا مخلوق لله سبحانه وتعالى. إذا كانت العبودية بمعنى المخلوقية فهي متقدمة رتبتان، ها؟ يعني رتبتها متقدمة. لكن العبودية في كلام الإمام في دعاء الافتتاح ليس العبودية بمعنى المخلوقية، بل المراد من كلام الإمام الشيء الموصل للعبودية. التفت، تارة تتحدث عن العبودية بما هي عبودية لله سبحانه وتعالى، فهذه متقدمة في الرتبة. الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان في البداية على أنه عبد، ثم بعد ذلك تأتي المقامات الإلهية. لكن المراد في دعاء الافتتاح ليس العبودية بمعنى المخلوقية، بل العبودية التي كيف يتوصل إليها. العبودية يتوصل إليها من خلال الحجة الإلهية، يعني من خلال الإمام. فهنا قال: صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، من باب أن الإمامة، من باب أن أمير المؤمنين موصل للعبودية. لذا العبودية لا تتحقق، هي كمال إلا بالشيء الذي يوصلك إلى العبودية. من هنا السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه عنده طرح لطيف في بيان التفرقة بين الإمامة والنبوة، حتى تعرف شلون الإمام يقول وصلي على علي أمير المؤمنين، ليش ما قال وصلي على علي عبدك بعدين يقول أمير المؤمنين، حتى نعرف بأن المراد أن العبودية إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى طريق، تحتاج إلى إيصال. من هنا تقرأ في الدعاء: من أراد الله بدأ بكم. من أراد الله، يعني العبودية هي التي يريدها الإنسان، لكن تحتاج إلى مقدمة. ما هي المقدمة؟ أهل البيت. من أراد الله بدأ بكم، يعني نقطة البداية هي أهل البيت.
السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يطرح تساؤلا ويقول: ما هو الفرق بين النبوة والإمامة؟ يقول: هل هناك فرق بين النبوة والإمامة؟ يقول: النبوة في مقام الهداية هي مقام الإراءة. كيف؟ يعني النبي إذا أراد أن يهدي المجتمع فقط يريه الطريق، يكشف له عن الطريق. يقول: بخلاف الإمامة، الإمامة ليست مقام الإراءة، بل الإمامة مقام الإيصال، يعني الإمام يوصلك إلى الهدف. فأيهما أقرب، مقام الإراءة أم مقام الإيصال؟ واضح بأن مقام الإيصال هو المقام الأرقى وليس مقام الإراءة. فكشف الطريق وفتح الطريق وإن كان من مصادق الهداية، ولكن مقام الإيصال أرقى. إذن الإمام يوصلك إلى الهدف، لا فقط يريك الهدف. من هنا نقرأ في دعاء الافتتاح: وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. هذه من مختصات الإمام سلام الله عليه، يعني إشارة إلى بعد الإمامة. هنا الشيء بالشيء يذكر، طبعا من الأمور التي اختص بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لقب أمير المؤمنين، حتى للأئمة من ولده لم يقولوا هذا اللقب. يعني هذه من مختصات الإمام سلام الله عليه. لذا في بعض الروايات يأتي أحدهم من الشيعة ويقول للإمام الصادق سلام الله عليه: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فيوبخه الإمام. التفت؟ هناك خصوصيات تبقى للأئمة عليهم السلام. إذا عرفنا ذلك تجي المسألة المهمة: إذا كانت الولاية لأهل البيت هي الموصلة للتوحيد، نحن كثير في الأدبيات الإسلامية والروائية نجد هناك ارتباط بين التوحيد وبين الولاية لأهل البيت. بعض علماء السنة يقول: لماذا ولد علي في جوف الكعبة؟ ليش؟ يقول: ولادة علي في جوف الكعبة ليعرف الناس بأن الولاية في جوف التوحيد. التفت؟ يعني التوحيد الحقيقي لا يمكن أن يتوصل إليه الإنسان إلا بالولاية لمحمد وآل محمد. إذن هذا الربط بين التوحيد والولاية موجود بكثرة في الروايات، يعني أكثر من مصداق. أنا أعطيك مصداق وين كان، هذا يحتاج إلى بحث مستقل. حينما نأتي إلى تربة الإمام الحسين سلام الله عليه، الآية ماذا تقول؟ فإذا مرضت فهو، إذا كان مقام الشفاء من تجليات الله، كيف يقول الإمام جعل الشفاء في تربته؟ هذا من مصادق الربط بين حقائق التوحيد وبين حقائق الولاية. الشفاء من مختصات الله، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل حقيقة الشفاء في تربة الإمام الحسين. إذن هناك ارتباط وثيق بين الولاية، بين الإمامة لأهل البيت، وبين محطات التوحيد. من هنا نقول بأن ليلة القدر لا يدركها من لم يكن مواليا لأهل البيت. من هنا جاءت بعض الروايات وقالت: من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. التفت إلى دقة التعبير، الإمام يقول من عرف. المعرفة أمر علمي، أمر إدراكي، أمر استيعابي. يقول من عرف فاطمة فقد أدرك، والإدراك أمر عملي.
كيف تكون المعرفة مقدمة للإدراك؟ إنزين، الآن إذا جئنا وطرحنا هذا التساؤل، ذكر الزهراء من باب المثال كما يقولون، من باب الطريقية، يعني أيضا بإمكاننا أن نقول من عرف عليا فقد أدرك ليلة القدر. لذا قلنا قبل قليل الارتباط بين التوحيد والولاية من الأمور والإشارات الموجودة في الروايات. هذه الآية المباركة التي تقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، بأن النبي صلى الله عليه وآله رأى رؤيا بأن القردة تنزو على منبره، فتأذى النبي صلى الله عليه وآله، حتى تعرف الارتباط بين التوحيد والولاية، تأذى النبي، هذا مقام الخلافة مقام إلهي، فكيف يتعدى عليه؟ فبشره الله بالكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وفي بعض الروايات بشره بليلة القدر. لذا تقول الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، كما قلنا من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. فاطمة من باب المثال، من عرف عليا فقد أدرك ليلة القدر. والنبي شو يقول؟ يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. إذن المعرفة غير متحققة، فكيف تدرك ليلة القدر؟ لأن إدراك ليلة القدر أمر يتوقف على المعرفة. هنا يطرح الإشكال، إذا كانت المعرفة مستحيلة بالتالي ليس للإنسان أن يدرك ليلة القدر، إذن ما هي ثمرة ليلة القدر؟ واضح لو لا؟ هذا الكلام دقيق. ها أنت تقول بأن المعرفة، معرفة الحجة الإمام الإلهية، إذا تحققت تحقق إدراك ليلة القدر. النبي يقول يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. إذن إدراك ليلة القدر ليس بالأمر الميسور. قد يقول قائل إذن تشريع ليلة القدر للناس للمجتمع أمر لغو، لأن ليس بالإمكان أن يصل إليه الإنسان. نقول المعرفة على قسمين، عندنا معرفة إجمالية، يعني أن الإنسان يتعرف على أهل البيت عليهم السلام بصورة إجمالية، فضائل أهل البيت، خصائص أهل البيت، هذه المعرفة ممكنة للإنسان العادي غير المعصوم. لكن عندنا معرفة تفصيلية، المعرفة التفصيلية هي مستحيلة على الإنسان العادي، بل تحتاج إلى فهم وإدراك المعصوم. إذن الإنسان الموالي لأهل البيت قد يعرف شيئا من أهل البيت، بالتالي بمقدار ما يعرف يحصل على إفاضات ليلة القدر بمقدار المعرفة. انت شقد تعرف عن اهل البيت؟ بمعنى ما هو مدى تعلقك باهل البيت؟ بمقدار هذا التعلق تعطى من ليلة القدر. التفت، بعض الفقهاء بعض ارباب المعرفة وصلوا الى المقامات العالية، بالتالي ينالون الحظ الوافر من ليلة القدر. ينقل السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه يقول سألت في نفسي عن جزاء العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه، صاحب موسوعة الغدير، هذه الموسوعة التي هي من أكبر الموسوعات العلمية التي كتبت في الغدير، حتى تعرف بأن ليلة القدر هذه الليلة ليلة لا ينالها أي إنسان، والمسألة في واقع الأمر مخيفة إخواني. يقول سألت في نفسي هذا العلامة الأميني الذي كتب هذه الموسوعة ما هو جزاؤه في الجنة؟
يقول أنا سألت في نفسي هذا السؤال فرأيت في عالم الرؤيا، رأيت بأن يوم القيامة والناس مزدحمة عند الحوض وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه واقف ويعطي الناس من نهر الكوثر، كل واحد يجي الإمام يعطيه، وإذا بأسمع صوت ضج ضوضاء، قالوا جاء العلامة الأمين رضوان الله تعالى عليه. يقولون حينما تقرب العلامة الأميني كما ينقل السيد بحر العلوم، رأيت أمير المؤمنين يعطيه الماء بكفيه هاتين، يعني أكو عناية أخرى. ثم قال له قد بيضت وجوهنا، بيض الله وجهك. إنزين العلامة الأميني كتب في الغدير أظهر فضائل أهل البيت إظهارا علميا فنال هذا المقام، ونحن نعتقد بأن ليلة القدر ها أنزلناه تفيد الاستمرار، يعني هذه الليلة تحصل ما دامت الدنيا موجودة. الآن في زماننا على من تنزل الروح؟ تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، صحيح أم لا؟ لأن الإنزال يحتاج إلى وعاء، إنا أنزلناه، على ماذا تنزل هذه الحقيقة؟ تحتاج إلى وعاء، تحتاج إلى ظرف، فإذا كان الظرف والوعاء هو الإمام المهدي، إذن هل تنال هذا الوسام؟ ويقول لك الإمام قد بيضت وجوهنا، بيض الله وجهك. لذا كثير من الناس لا يعرفون حقيقة ليلة القدر. إخواني قلت لك المسألة ليست فقط بالبعد العاطفي بأهل البيت، العاطفة مهمة، العاطفة تنمي الارتباط بينك وبين أهل البيت، لكن في مثل هذه الليلة، ليلة التقدير، ماذا تعطى؟ تحتاج إلى إمضاء من الإمام سلام الله عليه، لأن أعمال الشيعة تعرض على الإمام. هل نحن واقعا أفرحنا قلب الإمام؟ كثير منا قد يكون قاطع لرحمه، ترى أكو ناس هكذا في المجتمع ومستبشر يقول أنا من أهل البكاء على أهل البيت. كثير منا من أهل الذنوب والمعاصي، ولذا إخواني من هذه الليلة، هذه الليلة فلتكن ليلة التوقيع بينك وبين الإمام سلام الله عليه. إذا الإنسان كان قاطعا لرحمه فليتدارك، إذا الإنسان كان قاطعا لإخوانه فليتدارك، قاطعا لزوجته فليتدارك، كان من أهل الذنوب والمعاصي فليتدارك، وإلا هذا الإنسان لا يدرك الشيء الواقعي من ليلة القدر. هكذا يريد منك الإمام سلام الله عليه. إذن ليلة القدر من خصائص أهل البيت عليهم السلام، بالتالي الإنسان قد يصل إلى بعض مراتب المعرفة، ولكن قد تكون المرتبة ناقصة. بعض الصالحين إذا يمر على ضريح أمير المؤمنين ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، يأتيه الجواب عليك السلام ويسمع الجواب، وأشهد أنكم ترون مقامي وتسمعون كلامي، صحيح أم لا؟ تسمعون كلامي، الإمام حي. لذا ليلة القدر هي ليلة الروح إخواني، ليلة العمل. بعض الأحيان قد يتفكر الإنسان في واقعه، بالتالي تنفتح عليه أبواب المعرفة. إذا إن شاء الله إذا وفقنا الله في بعض المحاضرات، ماذا تعني كلمة النبي علي ممسوس في ذات الله؟ علي ممسوس في ذات الله، نحن هل وصلنا إلى أدنى مراتب المس والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان الذي يتقرب إلى الله
ويتقرب من خلال أهل البيت، من خلال أمير المؤمنين. هذا الذي يدرك حقيقة ليلة القدر. إذا الله سبحانه وتعالى عوضهم ليلة القدر خير من ألف شهر، في بعض النقولات ألف شهر ماذا؟ حاكمية آل أمية قريبة من الألف تقريبا، إذا تحسب ها 83 سنة أو أقل 80 سنة. الله سبحانه وتعالى خلافة الإمام خلافة إلهية، النبي صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين حينما يكون مهموما مغموما، لا من باب الحرص على هذه الخلافة، من باب أن هذه الخلافة لم تكن عند أهلها. هكذا حرقة الإمام. الله يقول نحن عوضناك بشيء عظيم، أعطيناك ليلة القدر. إذا أعطي الإمام ليلة القدر بالتالي الإمام لا يبخل على شيعته، لكن الإمام يقول أين القلوب التي تستوعب حقيقة ليلة القدر؟ هناك قلوب قد تستوعب، فيها قابلية، هناك قلوب عندها اقتضاء كي تستوعب نور الله سبحانه وتعالى، النور الإلهي، لكن هناك قلوب لا تستوعب هذه القابلية. كما قلنا هذا الإنزال الحقيقي على روح الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكن الإنسان العادي حتما أيضا تنزل عليه بعض الإفاضات، فكيف تنزل هذه الإفاضات على قلب ملوث؟ تنزل هذه الإفاضات فترجع، ماكو قابلية. شنو هذه الموانع؟ أبسط شيء الحسد والحقد على الإخوان، هذه أمور مهمة ترها. يقول اتكلم عن فضائل أمير المؤمنين، أنت تحتاج تربي نفسك أول شيء حتى تعرف فضائل أمير المؤمنين. الإمام يقول كلامكم نور، هذا النور ليس بإمكانه أن يدخل في كل قلب. إخواني، إذا المسألة جدا حساسة، لا بد للإنسان من هذه الليلة أن يصفي تلك الحسابات. إذا أدرك بالمعرفة شيئا من ليلة القدر قد هيأ نفسه لليلة العظمى. الآن هنا يطرح التساؤل، ليش الله سبحانه وتعالى جعل ليالي القدر في ثلاثة ليالي؟ ليش الله ما قال ترى ليلة القدر ليلة واحدة؟ الآية تقول فتنة للناس، هذا شيء من العقوبة. الأمة التي ضيعت حق النبي وحق أهل النبي الله سبحانه وتعالى عاقبها. شوف عندنا في بعض الروايات بأن مقتل الحسين سلام الله عليه أدى إلى تأخير ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. في بعض الروايات بأن الله سبحانه وتعالى كاد أن يظهر أمره بعد 70، يعني 70 للهجرة، فقتل الحسين فتأخر، فأخبرناكم بسرنا فأذعتم، فجعله الله إلى أمد غير معلوم. عقوبة للناس، تلك الأمة التي لم تعرف قدر علي تقرأ في الزيارة السلام على أول مظلوم. أمير المؤمنين هو أول مظلوم. العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه يدخل في مناظرة مع أحد العامة، هذا العامي كان شيعيا ثم صار سنيا، بل بعضهم يقول كان من السادة، يعني ينتمي إلى قرابة النبي صلى الله عليه وآله. فتناظر مع العلامة الحلي وهو فحل من فحول علم الكلام، تغلب عليه العلامة. بعد أن تغلب عليه العلامة حمد الله، يعني العلامة، وأثنى عليه وصلى على النبي وعلى الأئمة من أهل النبي. وهذه أيضا مسألة مهمة، إذا سألك سائل أنت كيف في دعاء الافتتاح تقول وصلي على علي وصلي على فاطمة،
الآية تقول إن الله وملائكته يصلون على من؟ على النبي، ما قالت على علي وعلى غير علي. فاعترض على العلامة، قال له صلاتك على النبي دليلها القرآن إن الله وملائكته إلى آخر الآية، لكن ما هو دليلك للصلاة على غير النبي؟ شلون تصلي على علي بن أبي طالب؟ أجابه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات. قال وأي مصيبة أصابت عليا وأولاده ليستحقوا بها الصلاة؟ قال لا، أكبر مصيبة أنت، مو أنت ابنهم وتبغضهم. أحد الجالسين في المجلس نظم بيتين وقال إذا العلوي تابع ناصبيا لمذهبه فما هو من أبيه. بعد وكان الكلب خيرا منه حقا لأن الكلب طبع أبيه فيه. إخواني، محبة أمير المؤمنين هي الميزان. السيد المستنبط أعلى الله مقامه، أختم بهذه الرواية، الوقت متأخر. السيد المستنبط ينقل هذه الرواية، يقول مر إبليس على قوم رآهم ينالون من علي عليه السلام، قال لهم لم تنالون من مولاكم؟ ليش؟ قالوا ومن مولانا؟ قال علي. قال ومن أنت؟ قال أنا أبو مرة. يقولون سألوا إبليس وهل أنت تحب عليا؟ قال نعم إني أحب عليا ولكني لا أوالي. توجد محبة لكن الموالاة مفقودة. المحبة الحقيقية تستدعي ماذا؟ الاتباع. وإذا بإبليس يقول أما والله من يبغض عليا فإني أشاركه في المال والولد. اليوم أشخاص تجدهم مثلا قد يقول لك أنا أبغض علي بن أبي طالب، ها؟ زين، الآن أنت اسأل نفسك أيهما أفضل، إبليس أم هذا الإنسان؟ إبليس يقول أنا أحب علي بن أبي طالب ولكني لا أوالي. لذا إخواني، في بعض الروايات الناصبي أنجس من الكلب. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول ليش يعني الناصبي أنجس من الكلب؟ يقول لأن الناصبي عنده نجاستان، نجاسة ظاهرية فحكمه حكم الكافر، حكم الأعيان النجسة، إذا لمسه الإنسان لابد أن يطهر يده، هذه النجاسة الأولى. والنجاسة الثانية بغضه لأهل البيت، بغضه لأمير المؤمنين. بخلاف الكلب فهو حيوان نجاسته فقط ظاهرية، فأيهما أنجاز؟ إذن أمير المؤمنين محط للتكامل البشري، أمير المؤمنين محط للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، أمير المؤمنين محط لتطهير القلوب. من هنا ذكر علي عباده، ذكر علي عباده. الإنسان حينما يذكر أمير المؤمنين هذا الذكر في نفسه عبادة لله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة الارتباط بين التوحيد لله سبحانه وتعالى وبين الولاية لأئمة المؤمنين وبين الولاية لأهل البيت. لذا إخواني، كما قلنا، ليلة القدر ليلة التصفية مع الله سبحانه وتعالى. علي في مثل هذه الليلة كان يترقب الموت، يترقب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تقول زينب سلام الله عليها كان يكثر من رؤية النجوم وهو يقول هي والله الليلة لا كذبت ولا كذبت. ها، لا تطالع لي، نزل رأسك ابكي حبيبي، لا تطالع فوجي. ها، ليلة المصيبة الإنسان يبكي على أمير المؤمنين. هذا الإمام المظلوم كان ينظر إلى النجوم والكواكب ليلة القشرة
من اللي فتح دار بقيدو ويعاين نجوم السماء والدمع منثو ويقلب الطرفة وبنات تنوح بالدو مستوحش العالم على حيدر الكرة كلثوم طلعت تسحب ذيال المصيبة وتصيح يا ناصر الهادي يا حبيبة الليلة يا ابويا حالتك والله عجيبة ما غمضت عينك واشوفك عندك افكار قالها يا بنتي العمر قوى والاجل حان يا ويلي يعني انا اللي رايح للموت يا زينب قالها يا بنتي العمر قوض والاجل حان ما حد يفر من المقدار والذي كان يحفظكم الله من التشتت يا عدنان قالت يا بويا ذوبت قلبي بهالاخبار قال لها أمير المؤمنين يا زينب راقب الفاج حتى تعلميني تقول زينب راقبت الفاج فحينما دخل الوقت أيقظت أمير المؤمنين يا علي يا علي توضأ الإمام بأبي وأمي لبس ثيابه زينب تقول له وين رايح يا علي في هذه الليلة فلتكن صلاتك معنا في الدار قال لها لا يا زينب صلاتي في المسجد أين المنادي وعليا يقولون تقدم الإمام وإذا بأوز قد أهديا للحسن والحسين ما إن رأى يا أمير المؤمنين يريد الخروج من الدار وإذا بهما يصيحان في وجه علي فقال أمير المؤمنين صوائح تتبعها نوائح عظم الله أجوركم أراد الإمام أن يخرج من الدار تعلق مئزره بالباب يا علي وإذا به يقول جاوبني أنت بعد اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بوانيك كما أضحك قداه كذاك الدهر يبكيك عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء خرج الإمام من داره توجه إلى المسجد ها وزينب في الدار واضع يدها على قلبها تقول متى يا علي أسمع هذا الأذان يعني أنت وصلت إلى المسجد سالم سالم دخل أمير المؤمنين المسجد تقدم نحو المأذنة عظم الله أجوركم وإذا بذلك الأذان يرتفع الله أكبر الله أكبر زينب قالت يعني علي سالم يعني علي وصل إلى المسجد الله لا يفجعكم بأحبابكم أبو حسين شال الصوت والحور النجيبة سمعت كلامه وصفجته بجفها كئيبة وتقول يا رب الوصي
إلى البيت جيبه سالم ترى الأيتام تضلل بفيا سمعت كلامه وبالعشر صفجة الهامة سالم عساك تعود يا كهف اليتامى وشهر العبادة يا علي تمم صيامة زينب يا حيدر ترتجي منك الجية وعليا وزينبا نزل الإمام من المأذنة كانت من عادته إيقاظ النائمين عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء مر على ذلك اللعين على ابن ملجم وكان نائما على بطنه قال له يا هذا قم من نومتك فإنها نومة يمقتها الله بعد ذلك توجه إمامكم إلى محرابه أين المنادي وعليا أين المنادي وإماما أين المنادي وزينبا أين المنادي وحسينا أمهل ذلك اللعين إمامكم حتى دخل في صلاته مهد قلبك للمصيبة يا مؤمن يا موالي يا سادة هذا جدكم أمير المؤمنين صح ونادي وعليا أمهل الإمام حتى دخل في ركوعه رفع رأسه من الركوع ثم توجه للسجود عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء بعد ذلك رفع الإمام رأسه من السجود فضربه بالسيف على رأسه وإذا بالنداء من أمير المؤمنين بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله فزت ورب الكعبة وإذا بصوت من السماء تهدمت والله أركان الهدى وانطمست والله العروة الوثقى قتل علي المرتضى قتله أشقى الأشقياء وصل هذا الصوت إلى دار علي ما إن سمعت زينب هذا الكلام إلا ولطمت على وجهها وصاحت وأبتا وعليا خرج الحسن والحسين من الدار وهما مسرعان حتى يصلان إلى المسجد ما إن رأى الحسن أباه أمير المؤمنين إلا ورمى نفسه عليه أبا وها ضيعتا وصلوا إلى المسجد شدوا جرح أمير المؤمنين تقدم الحسن ائتم بالصلاة بعد ذلك أرادوا أن يأخذوا عليا إلى الدار هذا الموقف عظيم على قلبك العذر إليك يا صاحب الزمان العذر إليكم يا سادة هذا الموقف وأسألك الدعاء حملوا أمير المؤمنين الحسن والحسين شوف المصيبة يقولون ما إن تقربا من الدار فإذا بعلي قال أنزلوني هنا قالوا ليش يا علي أنت
ما تقدر تمشي. قال حتى لا تراني زينب. قال هنا هنا قبل الدار نزلوني، ها قبل أن نصل إلى الدار. لكن زينب واقفة على باب الدار يا مؤمن. زينب سمعت النداء تهدمت والله أركان الهدى، وإذا بزينب ترى أمير المؤمنين عظم الله أجوركم. صاحت من هذا، وإذا بالحسن والحسين صاحا وعليا. والنت نادت يا المجيب لي جاوبني مأجور. والنت نادت يا المجيب لي هل شايلين وياكم مني. اسمع هضل وصياح صوبهن، خوف انشت العود يا طيبي، خوف انشت العود يا طيبي. لما نسمعها الحسن وحسين قالوا يا زينب زايد لونين، ابوك انطبر والراس. ابوك انطبر والراس نصين، هلّيت نادت وهلّت دمعة العين. هي هلا تنادت دمعة العين، وزينب تنادي هالذي محمول من وين. بالله اخبروني يا اخواني حسن وحسين، قالوا لها يمخدر سيد الكون. هي صرخة صفجت بيدها وبالحال خرى. آه يا علي نسألك وندعوك، وأنت بهذه الدموع لا تنشف هذه الدموع يا مؤمن. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عشر مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله جميعا، يا الله يا الله يا الله يا الله سبع مرات. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم ما شاء الله يا أرحم. فلنتوسل بأمير المؤمنين صاحب هذه الليلة بعلي 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 بدموع زينب يا الله، بفقد الحسن والحسين يا الله. يا من اسمه دواء وذكره شفاء، اللهم شافي كل مريض. بعد كل مقطع جميعا نقول يا الله بصوت واحد، اللهم شافي كل مريض، اللهم فك قيد كل أسير وسجين. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرد،
ومن كادنا فكيد. اللهم ومن أراد شيعة أمير المؤمنين بسوء فأرد، ومن كادهم فكيد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين، فقهاءنا علماءنا شهداءنا خدمة الحسين، نهدي لهم جميعا ثوابا. فاتحة مع الصلوات.